هتكون راضي يعني. بعدين بعدين والله ما كنت عارفانة انك نازل. يا ستي ما في مشكله، انا من اليوم ورايح بكتب لك لافته هون على صدري، بكتب لك عليها نازح. معناتها ما رقت؟ طبعا ما رقت، طبعا ما رقت. اساسا انا متعود. متعود طبعا، لانه يعني دائما بيقولوا لي والله مو باين عليك انك نازح، فانا بس بدي اعرف انه شو مواصفات هالنازح، يعني مثلا لازم تكون شاره مخطوه مثلا. والله العظيم يا يعقوب انا ما كنت قاصدك اللي عم بقوله. بالله يا رفيف لا تعرفي بالله، خلص صدقتك. انا بالنسبه لي صارت الامور عاديه، بس اصفني انت بالقصه شوي. لو اسرائيل طحشت لك كم كيلو متر لقدام، كنت انا وانت هلا نازحين بحمص. شلون طلعت معك هاي؟ يرغب بإعطاء دروس على البيانو. خلينا نحطه مستعد لإعطاء دروس، شو رأيك؟ كمان بصير دروس على البيانو وقراءة النوتة والسولفيج في منزله الكائن بجديدة عرضوس. أنا برأيي إنه ما تحط عنوانك أفضل، لأنه بجوز حدا يقرأ العنوان ويحس إنه ما بيناسبه. إيه بطل اتصل فيك. إيه بس بيتصلوا فيه وبيطلبوا العنوان. المهم يتصل، بلكي حسن تقنعه، هيك بتغاضى عن العنوان، يعني مانك خسران غير إنك تردع تليفونات أكثر. كمان بصير. إمتى بينزل الإعلان؟ وهي أكلاته. وهي أكلاته. أكلاته. يلا افتح لي افتح لي تمك. افتح يا حبيبي. أيوه برافو عليك، وهالصيصان. أو شو واحد هوي. أو عم يدور حول أمنا مبسوطين. افتح يا ولد. يلا بابا. لك لا بلا زعلانة بلا زعلانة بلا زعلانة بلا زعلانة. أنت مو أكل شيء من امبارح ها؟ هذا موضوع خطير، فهمتي؟ فهمتي؟ وهالصيصان. أو شو حلوين. وهالصيصان. أو شو حلوين. وعم يدور وحول أمن. خليها تتخمر شوي. هلا بتكون عم تقول ليش ما. أقف أقف خل. اي والله حسيت حالي ميسي عم رقص بها العالم. الو لك رضاكي يا امي، رضاكي يا الوالده، والله انا مقصر معك كثير يا حبيبتي، انا مقصر والله يا امي. ضغط شغل الله وكيلك، يعني الصبح دوام بالمدرسه وبعد الظهر دوام. اي والله دروس خصوصي، يعني ما حقك علي، حقك علي. تفضلي امري شبيك لبيك اللي بدك اياه بيصير. خلص بيكونوا عندك ان شاء الله. ماشي امي. بابا شو بو؟ ليش؟ لا خلص خلص ولا يهمك، انا اليوم المساء بكون عندكم ان شاء الله وبجيب كل الاغراض معي، لا تعشوا. خلص انا بجيب العشاء. على 9:10 ان شاء الله. خلص مثل ما بدك. 9:30 ان شاء الله بكون عندك. يلا مع السلامة. لا لا ما بتأخر ماما، إن شاء الله ما بتأخر. حبيتيها؟ كتير. الصندوق يطير العقل. صندوق؟ أنا كتير إلي مراق بالصناديق هيك بالشغلات الخشب. الكتاب حلو كتير والإهداء كتير حلو. تحبيني محمود درويش؟ إيه بلا. لا والله لا ما بتحبيه شكله. بصراحة أنا ما بحب الشعر بشكل عام. ما بتحبي الشعر؟ كان شو بتحبي تقري؟ يعني يعني شو؟ ها ها ها
حسيتني غبية إذا قلت لك إني ما بحب أقرأ كتير؟ ليش حتى حسيك غبية؟ حسيتني معناتها ومشي الحق. أنت أكيد بتحب محمود درويش؟ إيه طبعاً بحبه. أكيد طبعاً. ليش بقى يعني قلتيه بهالثقة؟ أكيد طبعاً. يعني كل فلسطينية بيحبوا حتى لو مو قريانين بشي. لا مو شرط، مو صحيح. بلا شرط. خلص شرط شرط مثل ما بدك. زعلت؟ لا ما زعلت، بس يعني دائما عندك هيك افكار مسبقه عن الناس. وانت كثير حساس. نزار قباني كل شوان بحبوه. شو حكيت يعني؟ كل اللي قلته انه كل الفلسطينيين بيحبوا محمود درويش. لانه هو بالنسبه لإلهم مناضل اكثر ما هو شاعر. طيب طيب ماشي خلاص. ها ها عم تسكتني؟ ما عجبك الحديث؟ لا هذا رأيك، بس محمود درويش بالنهاية شاعر مهم. قلتي ايه وقلتي لا، اذا انت ما بتحبيه هذا شأنك. بس انا ما قلت لا. انت ليش بتزعل يعني لما الواحد بيحكي رأيه؟ ضروري يبلش كذب فيها من الاول ويقول لك انا طاير عقلي بمحمود درويش. بتعرف شو مشان تزعل كمان؟ حسيتك مثل الزلمة اللي بيشتري لمرته هدية لانجري مشان تلبس له اياها، لانه هو بيحب اللانجري ما بيسألها هي شو بتحبها. يمكن كان لو بيسألها بتفضل انه مثلا سكربيني كنزة، بس ما بيعذب حاله بفكر هي شو بتحب، بفكر هو شو بحبه بيجي لانجري وكندل. هالسيسان شو حلوين عم يدوروا حول أمهن مبسوط يا بابي ما شربوا مي وقالوا خير. يلا يا قلبي يلا يا عمري يلا يا حبيبي حاجتها ما بدها، لو فيها تحكي كانت قالت لك ما بدي اكل. ما بدها تاكل يا اخي. لك يا رجل ما عم تاكل شيء، ما فيها غير بتنام. لك ايه مرضانه مرضانه، حساب حالك محلها انت. اذا كنت مرضان فيك تاكل خلص اتركها يا اخي. بدها تطيب. يلا يا بابا هي بس هي بس يا عمري هي هي حيخلصوا حيخلصوا. لامتى فيك تضل عندها؟ يلا يا قلبي. شو لامتى فيني ضل عندها؟ اخذت وشو كترت انت. انا لك قضيه مشاويرك، اشتري كم غرض ورجع بسرعة. شو شفقنا عليك؟ رح تركبنا رح يركبنا بابا حبيبتي. شفتي سكتنا له ودخل بحماره. يلا يا بابا يلا يا بابا عم قلك ساعتين بس ساعتين. هني جبت لحالي لك ساعة كرمال الله رحمها ما بدها تاكل يا أخي. هوب يا حبيبي يا عم يا عم يا عم. لسه ما شفت شيء حتى تعرف ليش بلوم لك الجنة تحت أقدام الأمهات. هالصيصان لك شو بدك أحسن من هيك؟ هي إجتك عمليات التجميل على رجليها بلا حسيدة طبعا. ها وانت شو ناطرة يعني؟ ما تعملي لك شيء عمليات تجميل. شو ناطرة؟ مصاري. شو بدك تعملي هنادي؟ تكوني بدك تنفخي. شو فيها يعني؟ شو فيها إذا الوحدة حبت تطلع أحلى؟ هلا انت ليش بتعملي مكياج؟ مو مشان تطلعي احلى؟ بلا المكياج ليش بتعملي حواجبك؟ فزلكه ولا لحتى تطلعي احلى؟ ايه نفس الشيء. لا مو نفس الشيء. ام بلا نفس الشيء. انت قديش صار لك عم تصمدي مشان تعملي واجهه اسنانك؟ ليش بالله؟ بطر ولا لتصيري احلى؟ عيني النفخ شيء وانك تحطي مكياج وتزبطي اسنانك شيء ثاني. مثل ما بدك، بس بكره لما بصير صدرك عند صرتك بتصيري كل يوم الصبح بتفيقي وبتفكري كيف بدك ترفعي لفوق. قولي لي لا لشوف. قولي لي لا. بعدين على فكرة إذا بتحسبيها بتشوفي إنك عم توفري. شو عم توفري؟ حاسوتي أنا لك بس هنادي مالي قدر هنالي تضحك. لا تضحكي أنا ما عم ضحكك، عم بحكي جد. مو أحسن من الفتلة من محل بس هنادي إن شاء الله ما بيقدر أنا زبطوا هاد حديدة وهاد بلا حديدة وهاد ما بيفع لك بس فهمنا ليك. يعني التجميل ضرورة بشرية بدون نقاش هذا الحكي أكيد. يعني قديش حلو انا ما يكون عندي سيلوليت مثلا. قديش احلى من انك تنامي تفيق تلاقي حالك هيك مثل جينيفر لوبيز هيك تطلعي تلاقي هيك شيء بتغير العقد. انا هدول شايفتيهم دول خواصر رح يجيبوا لي الجلطه. ورجيني. انا عندي سوء توزيع، بدي اعمل ليزر بقراني وازرع شعر بقراني ثانيه. كانوا خافين كثير هون. ما بنات نفس شيء عمليه تجميل تضمن لكم رجال يحبكم ويدللكم يكون معه مصاري. ايوه بلشنا كآبه. خليكي شاردة أحسن. أحسن بدي أعمل لك شد فت مرة. لك بدي أحسن لك لسانك. هلا هي شو يا؟ هلا هيك صاير فيك من أول ليلة؟ بعدين وين جاي وتارك البنت لحالها؟ لا مو لحالها، تركت مع يارب. يارب؟ شو بو يارب؟ لك شو مجنون أنت سعد؟ لك يارب ما بيتأمن على قطة، تارك معه البنت وجاية؟
يا حاجتك بقى يعرب يفهم اكتر مني ومنك بالولاد، بعدين يكتر خيره مو مثل قرايبيننا. شو يعني؟ بشقف حالي 100 شقفه لحتى ترضوا؟ يلا انا بدي امشي. لا 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 خليكم، انا جيت بس سلم على امان. بدك شيء؟ سلامتك الله معك. يلا بخاطركم يا جماعه. مع الحدي هدي ولا خلاص، يعني شو عندك لحتى تروحي؟ ولا عندي. انا مضطره امشي. يلا سلامتك حبيبي، اماني برجع بزورك. يلا باي باي. شو صار لكم بقى؟ الرجال من ممرض ايهاب الجمال التوجه الى الطابق الرابع. وين طريقك؟ لا معلش مشواري قريب، بروح لحالي. لا اذا بوصلك اذا بطريقي ما في مشكله. لا شكرا، ما تعذب حالك، بس انا كان عندي استشاره صغيره يعني اذا ما فيها سئله. لا تفضلي. هلا انا عندي رفيقتي اخوها توفى، عرفت كيف؟ وهو ماله متجوز، فعم تسالني اذا بيطلع له ورثه ولا بس اخواته بيورثوا الشباب. لا طبعا بتورث كمان. بتورث؟ طيب واذا متجوز؟ متجوز ولا مو متجوز؟ هلا هو متجوز بس يعني بكتاب براني، بس ما عنده اولاد. هلا اذا قدرت زوجته تثبت الزواج بالمحكمه تاخذ الربع والباقي بيروح لاهله. ايه بس هلا هن بجوز طلقوا. يعني بدهم كمان اخواتها يثبتوا انه اخوهم طلق قبل ما يتوفى. ايه طيب يسلموا. ولو صحيح سعد، إذا بدك بصير أنا بجي بقعد عند لانا، يعني مثل ما بتعرف هي متعودة علي، ولينا كانت دائماً تترك عندي وتروح. شكراً كثير كثير يا ريما. بتحب تاخذ رقم موبايلي مشان إذا بدك شيء؟ إيه طبعاً طبعاً. سجل عندك 0955. طلع فيني طلع وول. انت بتنام هون وانا بنام هون، ماشي؟ يا شفوف برافو عليك، هات ايدك اشوف. حلو حلو برافو عم تسمع كلمة. لسه بدي لحسك رجلي يا سعد. ماشي. يا بتكون حمار اذا بسمع منك مره ثانيه، عم تفهم؟ شباب يا زلمه انت قلت لي تسعى بدك تروح. تبعني لا تسعى قلت لك ما تقولش لك، قلت لك ما تدور لعند علي. طيب اعطيتها الدواء؟ ايه اعطيتها اياها. عملت لها ببروني ما شربت غير نصها. طيب دفيت لها المي قبل ما تعطيها الببروني؟ شو؟ المي تبع الببروني دفيتها قبل ما تعطيها اياها؟ لا ما قلت لي. لك شلون ما قلت لك؟ هلا بتنغص. لك ما قلت لي، لك ما قلت لي انها بتنغص، بعدين هيدا هو المغص. الله يخليك. عفوا ولو بدنا خدمة تحرز بخاطرك. يا عروف يا عروف يا عروف ليك تولدان، امتى نامت؟ ما بعرف. شلون بتعرف وقت معها؟ شو بهم تعرف اني ساعة نامت؟ خلاص نامت. ما بعرف بس مهم. وصلت المسبحة. اي والله فوتي اشربي فنجان قهوة. لا هلا صار بيجي جوزي، بلكي بكرة. بكرة الجمعة. يلا امي. ايه ماما جاية جاية. طيب براحتك. ليكي عم فكر السبت اعمل جمعة نسوان، تجي؟ امي يلا شوفي. ايه امي جاية جاية، مانك شايفني عم بحكي؟ لك كم مرة قلت لك؟ ايه خلص خلص روحي شوفي ابنك، بكره بيجي لعندك وبنحكي. ايه بس بكره دقي المسا لانه بكره طالعين سيران، هيك وعدني جوزي لنشوف. ايه بس برد. ايه الا ما يتحسن الطقس شوي، بعدين دخيلك مو احسن من الحبسة بالبيت، خلي الاولاد يشموا شوية هوا. قولتك. اذا على بالك بلكي بدق عليكي بكره الصبح، اطلعي معنا انت وجوزك، شو رأيك؟ ايه ان شاء الله. يلا يلا بخاطرك. يلا ماما يلا. ابو يوسف انا اسف بس انا عندك مازوت. صدقا اليوم خلص المازوت عندي. ليك دق على المدام سميره اكيد عندها. ليك سكر سكر هالباب عشان ما يفوت هوا بارد. مدام سميرة ما معي مفاتيح. لك ما معي مفاتيح؟ خايفة من العملية شيء؟ أبدا. لكن ليش عم تأجليها؟ مو أنا اللي عم أجلها، الدكتور هيك بده. يا ريتني ضل هون بالمستشفى بس يضل تايم معي، هو يسالي.
لطيف على الأماني تبعك شو مرتفع سقفها. ليش انتي شو عمليتك ها؟ بتعرفيها غير انه يكون عندك بيت ورجال وعيلة وأولاد، انتي شو عمليتك لحالك؟ لحالي؟ كيف يعني؟ لك لحالك لحالك يعني تعملي معرض ضخم، تلفي العالم، تشتري سيارة، يصير معك مصاري كتير، شي لإلك لنوار. ايه كل هدول زراف، ما بقول لا زراف وبس. طيب انتي شو امنيتك؟ امنيتي يرجع فيني الزمن لورا. بقلك لا لا، اذا رجع فيني الزمن لورا ببطل يكون في تاي. هلا بدي اطلق، بس بدي اطلق وعلاقتي برامز كويسة، يعني يجي لعنا على البيت يتغدى، يلعب مع تاي، ياخده مشاوير، ما يبخل عليه. هلا اللي يكون حطنا جمال، انا امنيتي اطلق وتضل علاقتي برامز كويسة، بس كون عم بشتغل براتب مغري ومرتب. لأنت بتحبي يرجع فيك الزمن؟ بعتقد هاي أمنية معقولة أكتر. ها بساتك عم تشوفي إلا طلال بالمنام؟ لا ما عاد شفت مرات، عم شوف كوابيس من الحادث، بس مرات بتضايق كتير لأنه بشوف تاي معي بالسيارة. بسم الله عليه. ليكي ظريف بول ما؟ معقول يكون صار لها شيء؟ طول بالك لا تفول عليها، مو تركتها نايمة بتختها، لو فقت كانت بكيت وسمعنا صوتها. لا تخاف ما رح يصير لها شيء. سعد عملي الو. ايه يا عرب وين صرت؟ لف ورجع، بدك تجي على السريع. ليك طبقت الباب والمفتاح مو معي ولا انا لحالي جوا. خذ تاكسي على حسابي بتاع طيران يا اخي. طيب احكي مع امك. ليك يا عرب يلا تعال تعال تعال. باي باي باي. شكرا بيوسف. شو؟ قال جاي بس صار بسبيني، يعني بده وقت ليوصل. نكسر الباب؟ لك طول بالك، هلا اذا بكيت بنكسر القفل. بس نايمة. لعن ابو المازول يا حل. انا شلون بطبقه؟ يعني شو هالغباء؟ غبي. بتعرف تفتح الباب بشكالي او ملقط؟ لا والله وللمرة ما اشتغلت حرام. برجوكي برجوكي على مهلك. عن جد ضحكني، ساوي لك قهوة. لا ما في قهوة. مساكم الله بالخير، وش في؟ الو بعتقد انك بالبيت، بس بتوقع انه ما عندك كاشف. هلا بدك تقولي لي شو تتوقعي؟ بدنا نفوت بمتاهة. ما بعرف ليش كتير مهم اني احب اللي بتحبه. طيب ما بكفي اني بحبك؟ قلتها. صباح الخير. على فكرة احسن شي عمله انك مركب انسرينج مشين. باي. خايفة؟ شوي. لا تخافي أنا معك. بكرة بتتركني؟ ليش هيك عم تحكي؟ كل اللي حبيته تركوني، حتى تيم ما عرفني. تحبيني؟ بحب أقال ترافقه مثل الخيال، بحب تبقى غيره ترفيع حالا سكرة أو شي تحت بيتا وبينسى إن ما هلا عندنا
You have 3 messages. مرحبا يا عروب، وينك انت؟ اعذروني يا جماعه، ما بقدر اقول شلون فتحت الباب عشان معلميني ما يزعلون علي. عن جد شكرا كثير كثير كثير، فضلتي علي. الله لا يحيجك لمخلوق، وليك اذا شي مره احتجتي لحدا تذكريني رح اخدمك بعينك. ذاكرتك قويه؟ عفوا، عشان وقت احتاجك تتذكرني. معلش لو مو وقتها، مشان الانترفون ودهان الدرج. امتى بتكون نجتمع مشان ندفع ونبلش؟ خلينا نعرف مين عم يفوت ويطلع على هالبناية. حاكم صايرة مشاع، والله صرت قاعدة ببيتي وخايفة. طيب أنا اسمعولي مشان لانا بالإذن. أنا مستأجر، مالي علاقة بخدمات البناية. وأنا مو على مود اجتماعات، وآخر همي الفلوس. قول ايش قد يطلع علي وأنا أدفع على طول. تصبحون على خير. وانت بخير. شو أبو يوسف؟ هلا صرت مستأجر؟ مو على اساس اكثر واحد متضايق من الضجه بالبنايه هو انت؟ الله يخليكي مشان المازوت. من عيوني. ايه احكي احكي. ما عم اقول لك ما بينحكى على التليفون، يعني اذا وطيت صوتك ما بيغير شيء. يا رب انا ولا مره قصدتك. انا رايح هلا لعند سعد، بتحب تروح لهنيك نلتقى، بس لا تتاخر، ما في نقعد كثير. هلا بتنزل من البيت. يلا باي. علينا صوت خير اسمع بوتي يا باي. تكرم عيونك، احلى صوت واحلى بوليد. يلا فوق. ليش هيك عم يركض عدادك لك اخي؟ هيك صار العدادات. اخ من وين؟ سايح طلياني. حتى دوست وتقدر تلعبوا فيها. صفلي على اليمين صفلي. تكرم عيونك وصفلي على اليمين. شو هالصوت؟ ايه بس صور عندها الشرطي الله يخليك قدام. طول بالك وكل الله، سامح ما بدي مصاري بالمرة لك عمي، بلاش شرطي. لا 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 تشحنني وبيستر على عرضك. بس ضبطولي قصة العدادات، لأنه صحيح أنا سايح طلياني، بس ساكن بسبين الكبرى وواصلة لعنا آخر صيحات العدادات. رامز، تعرف شو كنت عم فكر؟ إنه بعد الحادث صار فينا نبدأ من جديد ويصير علاقتنا كتير حلوة ويصير مناح مع بعض. لا 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 ما قصدي، نحن هلأ كتير كتير مناح أكيد، بس اللي قصدته إنه نعمل شي بحياتنا ونقدر أي مصاري. 2000 ليرة؟ ايه بعدن محلن. بالدرج بالدرج بأول درج. لا لا ما في شي ضروري، خليك بشغلك، شغلك قدر. بوصلي تاني. باي. شو كنتي عم تعملي بقى؟ انت شو عم تساوي؟ الساعة 10 طفيت الضوء مشان تنامي، يوم حسيت عليك عم تحكي. ايش علي ان شاء الله؟ قالتي لي شو هذا اللي كنت عم بسمعه؟ تأثير روتانا زمان ولا شو؟ يعني بضل جوزي وابو امي. قلت لحالي بحاول، اذا تحسن يمكن اقدر احبه. بس واضح ما في امل. لا حيت حيت، بس افضل يضل بي. حيت عند الجيران مثلا، بس ما بتكرهي. الكره مثل الحب، يحرك عندك عاطفه. رامز ما بيحرك عندي شيء، عشان هيك عم اقول لك حيت حيت. ما تاكل هوا وتحكي معي تقلي اخي. انا حمار ما بحقك علي. وين بصرفها هي؟ انا حمار. 350 ليره دفعناها للتاكسي، اولا انا بدي اخذ مني حتى ارجع. سيدي حبيبي هاي 500.
هاد اصلا انتم ما بتعرفوا كيف بدكم تجيبوا البهادل لحالكم. خلصنا يا عروق. شو بك؟ جد بخي ما عاد استوعب. يعني لانا من جهه ودينا من جهه واماني من جهه وانت كمان تعبان لك يا عروق انا. بسيك هي 500 ليره خذها. هلا عامل لك تعبان مشان تقول لي هي 500 ليره؟ لك لك مو مشان هيك. انا كذاب. ما دفعت شيء لشوفير التاكسي. وصلني لهون. وقال بيعمل له فتله بالجديده بعدين برجع بوديني على السبيني. ومين هالشوفير بالله؟ حرامي هددته بشرطي. تخيل انا هددته بشرطي. بعدين طلعنا عنا من السبيني. بيعرف العيله وعيله العيله والهلمه كلها والافخاذ. بعدين شو بيقولوا لك؟ مو الله وصى بسابع جار. انت هددته بالشرطي؟ ولك ايه هو شو بيعرفه انه انا بخاف من الشرطي اكثر منه. على فكره جاي طارق. ليش؟ ايش قولك؟ حكى معي تليفون قال لي بده يحكي معي بشغله كثير مهمه وما بتلحقي بالتاكسي. يا رب وين بدنا نحشر نحن الثلاثه هون؟ ايش بعرفني؟ انت ليش تعبان؟ مو قلت لي بدك تستلم مكتبه لليال؟ ايه هاي الفتره كثير متركبه. بعرف اني رح روق بس تخلص. انا اب حقير. لك ليش هيك عم تحكي؟ لانك ترست الباب ونسيت المفاتيح؟ لك اه. لك لانه بدك تحرمها من امها. يا سيدي بنتك من مصلحتها تحرمها من هيك ام. ما بحس بشي تجاهها. ما بحس انه انا بحبها. مو هيك بالضبط. كانها عبء علي، كانها كركبتني. ما بعرف كيف بدي اقول لك اياها. لا تقول لي شيء ولو، خلص. مثل ما قلت انت وضعك كله مكركب وامك الله يرحمها ما صار لها فتره متوفيه. انت شو عرفك؟ شو عرفك؟ ما حدا بيعرف غيري. اخو انا لهنادي وصلني الخبر يعني. اخي مين؟ وانا هات لي شو فهمني شو؟ لك ليكون صاير معك شيء، اسمعي مني روحي على الطبيب بيفهم، حاجة عم تبعزقي مصاريكي شمال ويمين، ما بصير هيك، الحالة اللي أنت فيها مو طبيعية، كل يوم عندك غثيان ووجع بطن. لك خلص ما فيني شيء مثل قردة، شكلها حالي نفسية. بعدين متأخر علي شوي يمكن مشان هيك. أعمل لك كاس قهوة. لا ما بدي، هلا عم يسكن بيمشي الحال. لك خلص روحي نامي أنت. ما رح أقدر نام. لا إله إلا الله، عم أقول لك ما فيني شيء والله راح الوجع. يعني هيك عم تجيني مثل كريزات بس. ليكي اتفقتي انت وسعد شلون تطلعي لعنده؟ لا لسه. واذا عرفت لينا شو بدك تعملي؟ اعتذرى دخيلك، ان شاء الله بجهنم الحمراء اللي تنتعها، وحده منزعه ومعقده، فكري حالها بتسوى شيء وهي ما تسوى فرنك. كل هدول خرب بيتك، بتكوني عم تحكي هيك علي كمان من وراي. خلينا نقعد جوا ادفع. ما خرج ما خرج، بنته نايمة، بعدين وين بدنا ندحش نحن الثلاثة؟ بالحمام يعني؟ احكي على السريع شو في. على السريع؟ جريتا. جريتا هي العوكة؟ يلا سلام. لك خلص تعال اقول لك، عم بمزع مع الشباب. اجري بحديثك، امشي بحديث، تابع حديث. لك اجري. هيك ابتسم لك شوي. شو في؟ تخانقنا انا وياها. هلا مو خناق بس فينك تقول هيك خلاف بالرأي. خلاف بالرأي يعني كأنكم كنتوا باتجاه المعاكس انت وياها. يا رب معلش تكون جدي بس لمرة واحدة بحياتك. ما بكفي سقعة، انا رح موت من بردي وطارق مشوار من اخر الدنيا لهون. خلاص مثل ما بدك، رح كون لي مرة واحدة جدي بحياتي. شو صار معكم؟ صار في خلاف بالرأي؟ ايه لازم الا اني بحبها بطريقة مميزة وعلى ذوقها. على ذوق؟ شو يعني على نوقة؟ شو بعرفني؟ والله ما بعرف. لك شو بعرفني؟ حاس حالي عم بحكي مع ادهم وكأنك ولا مرة بحياتك شايف بنت. يا عروب انا عن جد بحبها لهي البنت، جد جد بحبها مو مزح يعني. بتحبها؟ لك حبك برص مالك كم اسبوع متعرف عليها؟ ما بصير، شو هالحكي ها؟ بدي اياك تلاقي لي حل. انت عندك خبرة بالبنات وممكن تلاقي لي حل يعني. بتعرف شو بحبه؟ اسف انا عندي خبرة بالنسوان. بتعرف انه انا ولا مره بحياتي متعرف على بنت؟ عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد عم احكي. شلون بدي اشرح لك اياها؟ انا ما باذي بنات الناس،
عن جد حكيم، يعني واحدة مطلقة أرملة عندها حبيب قبل مني ببينه. منبلش تطبيق كله بيشتغل. بتعرف شو؟ أنا بحياتي مالي قايل لوحدة إني أنا بحبك. يا حبيبي جبناك يا عبد المعين لتعين. طيب والعمل؟ خيو أنت بهمك أمر للبناء؟ إيه كتير. طنشها فترة، وكل كم يوم اعمل لك كم حركة هيك قدام منها مشان تضل معلقة فيك. وعلى هادي الحقيقة هوها فاجأتني قديش عندك خبرة بالنسوان. خال هاي الطريقة بتمشي مع كل النسوان، أما تيجي تقلي من أولها أنا بحبك يا أخي بركي هي مو قابطتك بفرنج. لا سيدي قابطني بفرنجين وأنا متأكد من هذا الشيء. ومين قال لك؟ العصفورة؟ لا مو العصفورة اللي قالت لي، هي اللي قالت لي وبدياني إنه بكرة إلا ياها وبطريقة مميزة كمان. هلا هي اللي قالت لك بالقبل؟ أي يا حبمبم. إيه يا رب إما من ألمانيا وهي طول عمرها عايشة هونيك. ولك أبي جوجلا الشاب بيحكي للبنت قبل ما شو هاي شو؟ جوجلا ما بتعرفها؟ ضيعة هاي الضيعة اللي طلع منها محرك البحث جوجل. على فكرة أنا فلسطيني مو هندي. طب ما قلت لي شو قلت لما هي قاتلة؟ هي ما قالت ليها بوشي، هي قالت ليها على الانسر مشين. وشو؟ على الانسر مشين. الانسر مشين؟ ايه ممتاز طنشها اعمل حالك ما سمعتها. كيف؟ كنت برات البيت معطل الانسر مشين قطعت الكهرباء يا سيدي. اعمل اي شيء تبين انك متجاهلة تماما. شو عم بلعب انا وياها الطفار؟ لك ما بدك ياها تطبع على التمام، اعمل مثل ما عم قلك. بعدين يا سيدي مين قال لك انه العلاقه بين الرجال والنسوان مو الطفار؟ بس هي مالها من هالنوعيه. ولك مو قلت لي المانيه بيكون مارق على يا عرب البنت كثير نظيفه، في مجال ما تخبص عليها بالحكي؟ انا بعرف شو عم احكي، هي مالها من هالنوعيه يعني هي مالها من هالنوعيه. بعدين انت عم تحكي عن وحده بدها تكون مرتي بالمستقبل. ولك حمار انت ولا حمار؟ ما عم تشوف شو عم يصير بسعد؟ تقول لي بدها تتزوج؟ الحمى لتكون عم تسعى ورا الجنسية خيا. آسف عن جد. بشرفك مو مسخرة؟ إنه بأمريكا مثلاً أو بألمانيا ممكن يعطونا الجنسية ونصير فيها مواطنين إلنا حقوقنا الكاملة. ليش دخلك شو هي الحقوق اللي أخدها أنا كسوري أكتر منها؟ اسمع لك اسمع خلينا نغير السيرة انه عن جد وجعني راسي. اخي حكيم انتصح مني خليك مرح، البنت بتحب دائما الشاب اللي بضحكها، اهم شيء تطنشها لانه هي ما حتلاقيها حلوة على حالها انه ترجع تعد لك ياها مرة تانية. خليها دائما عم تنتظر منك شيء، ولما بتحس انه هي بلشت تنسى الموضوع رجع انت الا اياها. بعدين خلي غير متوقع. شلون يعني غير متوقع؟ يعني إلا ياها إنك بتحبها بمكان غير متوقع، مثلاً السينما أو بغرفة العمليات فوق شي جسة. هيك ولو بتسم والله ما لها مستاهلة. حكيم شربنا شي شغلة من عند هالشبات. شرف على هالنصيحة بيطلع لك شرف. إيه حياتي؟ وأنا كمان بحبك. إيه؟ ما التلفزيون؟ إيه صوت دقيقة كبست على سر الغلط دقيقة طولي بالك. لك والله عم فكر انزل بس في ضغط عمليات. إيه؟ إيه بلكي بنهاية الأسبوع ننزل ومنقضي العطلة سوا. ايه ماشي بابا. اوكي يا عمر. لك كيف ضحكتني شبابك؟ يعني اتصل بأماني هلا هزلها بدنها عند المساء؟ هي بكرة عمليتها. Thank you.
الله يحميك يا بابا. وقف على المراية رح نوصل حكاية لأنك رح أحاول كون أنت منيح ولأنك من اللي بس بدك تساعدني نازل بحالنا اللي عاشو ملحوظ. وقف على صباح النور. انت دائما بتطلبي سندويشات لبنة نعنع وبتقولي له انه كتر لك نعنع، لهيك حسيت انه هي اكثر شغله ممكن تحبيها. شو بك طيب؟ تحكي؟ في عمليه استئصال رحم بعد نص ساعه. شكرا. بس والله انا كان قصدي انك تضحكي. صاير مرح زياده عن اللزوم بهاليومين. اسمع نصيحه الجحش يا رب. ما عندك شيء اليوم؟ اليوم الجمعه واماني اماني عمليتها يا زلمه كلها الخدمه بهالزمان غصيت فيها. يلا خلص روح روح باي. عجبك؟ هلا صار سائل عن رضا السيد يا رب. على حظنا ما في حدا قاعد ببيته اليوم. شو ما في حدا؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شو بكي؟ ولا شيء. آخ الله يفرج همنا يا سارة. أنا بدي أبوك يطلع منها وما بدي شيء. أمي أدهم بده يهاجر على كندا. هو أنت تقبريني شو بدك تساوي؟ خلينا نروح لعند هذا الشيخ اللي قالت لك عنه جارتنا أم مضار. مانا خسرانين شيء. والله عم حس إنه في شغلات ناحستنا. كل ما بصير عنا شغلة بتلحلح الأمور تبعنا، بصير معنا شي بيرجعنا لورا أكتر. لا لك أمي، ما وصلت الحالة فينا إنه يطير عقلنا ونروح نفتل على الحرامية والمحتالين. هلا هون حفوضاتها والحليب تبعها، وهني كمان في حفوضات إضافي وفي تيابا. أوكي. وهي أدوية الحرارة مشان إذا صار معك شي. هلا بالمطبخ في الببرود، تعالي فرجيكي. لا ما علي، خلص سعد أنت روح وخذ راحتك. الهنا بتروق معي طمن. طيب يعني في حال صار معك اي شيء اي شيء لا تتردد احكي معي دغري. خلص ما راح يصير شيء طبعا. يعني طيب بدك شيء قبل ما انزل؟ سلامتك. خاطرك. حرام يكون هاد جوزي وهي بنتي. حرام واحد يقول لي كل يوم إذا بدي شيء قبل ما يطلع. بكره يوم العطلة ولو؟ وأنا بكره كل الأيام. بحس هيك إنه يوم الجمعة يعني كلياته ظهر. كيف؟ بتحب الظهر؟ أعوذ بالله موت أحمر. ما حدا بيطيقه. فما بالك أنا إحساسي بيوم كامل من الصبح للمساء كله ظهر. شو بدي أعمل بنجوى يا روب؟ عم شو طلعت حقيرة.
نبهتك ما سمعت. احسن شيء ابو دهيم انك تطنشة. انت ليش كل الحلول عندك ترجع للتطنيش؟ لك يا ادهام، نجوى ما بتغبر عليك حمارة، لانه اوكي لطشت الفكرة، بكره ببين انه ما لها علاقة. بعدين هذا قطاع خاص، الفرنج محسوب وقتها بيندفع، حتى لو كانوا اصحابه مو تعبانين فيه. اصلا انا مو بقيان هون. ليش؟ مشان ابوك. انت مستقلة هالفضيحة؟ لك ايه يا ابو دهيم مو مستقلة، بس يعني انت بدك تطنش، بكره العالم بتلعي 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 بالقصة بعدين بتنساها. رجعنا لطنشة عن جد نيالك. طبعا نيالي، مو انا سوري. ادهم، شو في أسوأ من إنه آخر شي بدك تموت وأول على آخر بدك تموت ولك إيه عيشة ولو؟ يا عروب بدي مرة. شلون يعني بدك مرة؟ شو شافني عم بشتغل جواد بعد الظهر؟ مو هيك، بس لأنت بدي تمدور على وحدة، بتلاقي كل البنات عم يشكوا من الوحدة، لما الواحد بيجي بيحكي معهم بلشوا بيتشرطوا، دنيا وسيم وعايش بنعيم وما بعرف شو كمان. لك ما تتزوج انت، لانه شكلك بحياتك لا تعرف تطبي ولا تعرف تظبي. اتزوج. وين؟ على الصوفايه ببيت اهلي ولا على تواليت الفرنجي؟ لك يا امي ندبر شيل حط. ولك يا اخي ما بدي تعرف لي على شيء وحده بالاول لحتى اروح اخطبها. اخلي امك تخطب لك ولا الا كريمه؟ شبه ريمه هنادي لسه على احلى واحلى. هنادي حلوه بس كبيره. كبيره؟ مين بلش تشرط ادها؟ فعلاً إنك دب. تعرف شو؟ تذكرت وقت ولدتني، بس برا كان معنا وقت. قال لي بده يجي. مقرب؟ عم بحط كمامة على تمه. كمرة نسمع كان وقت ولدتي. طبعاً لا. إهدي مخلوق نتن. يا سيدي. خليك تدس بها المصاري، بكره تاني أمور قلبي بيتنغنغ فيه. صحيح قديش معه؟ نوار شبكي انت؟ من كل عقلك عم تسأليني شو بيعرفني قديش معه انا؟ شو وين العروس؟ عروس؟ شوي تاني رح جوز ابني دكتور. يا ستي حتى لو جوزتي ابنك بتضلي عروس. شو طمنيني كيف الاعصاب؟ حديد؟ ان شاء الله. اياك يا وياها؟ ان شاء الله دكتور. شوفك بالعمليات. اوكي. عليك العافية. الله يسلمك. مع السلامة دكتور. وليش بقى مجلوق هالدكتور كتير هالمرة؟ يعني آخر مرة شفناه كان مضبضب أكتر. كذب وحقيقة وتلاقوا بنفس القالب من أول دقيقة، كذب وحقيقة رح ينتهي هالحب ونرجع نلتهي هالقصص العتيقة. هوا بلاد الهوى نتمنى نرجع سوا، يا ريت الليل ارتوى من الضم الجريئة. بدنا هوا مسنون، بدنا صفا مسكون، لما الحلا بتخون بتموت الحقيقة. Oh, oh, oh.
نلتهي بهالقصص العتيقة.